النهارده كلام كتير عن الزمالك وعن الاهلي، وعارف ان انتوا عندكم كمان لمحات فنيه مختلفه، فخلينا نبتدي معاكم بقى بالزمالك ولقاء النهارده. والدنيا مغيمه قوي عند جمهور الزمالك بعد نتيجه المريخ. وليه انا برضو هو الموضوع صعب، مش يعني ما حدش بيقول ان هو سهل، بس هو مش مستحيل. ليه الحاله اللي جات لجمهور الزمالك اول لما النتيجه خلصت بالتعادل السلبي انه خلاص الموضوع خلص؟ ليه بقى؟ يعني مش قادر افهم ليه. عشان المفروض على الورق انت خسرت 5 نقاط من مباراتين من الاسهل في المجموعه. كامل الاحترام طبعا لفريق المريخ السوداني اللي عمل مباراه كبيره جدا النهارده بالمناسبه يعني، وفريق عنده قدره على نقل الكرة وعلى التدوير، لكن في النهايه انت خسرت 3 نقاط من مباراه على ارضك، حتى لو مع شباب بلوزداد مباراه على ارضك، فانت خسرت 3 نقاط على ارضك، وخسرت نقطتين مع فريق يكاد يكون هو الاضعف في المجموعه في حساباتك. دي معطيات المنطقيه النقاط، لكنه هل معناها خلاص كده يعني؟ لا طبعا. ليه بقى الناس بقت عندها سكه خلاص كده؟ لان هم بياخدوها بالقياس. لما انا ما عرفتش اعمل كده دلوقتي هعمل ايه مع الترجي وشباب بلوزداد في الجزائر؟ بس هي الحقيقه ان انت كزمالك تقدر، خاصه عندك 5 مباريات ب 15 نقطه. هل انت محتاج مش عايز اقول معجزه، بس محتاج باور، محتاج ان انت تدي 120%. طبعا ما ينفعش تلعب الافريج. اربع ماتشات ب 12 نقطه.